كيس اللاندري عندك جوه، خديه وديه دراي كلين. حاضر يا دكتورة. ايوه حسن. ايوه يا حبيبي. عامله ايه؟ ايه خلصت شغلك؟ اه لسه مخلصه شغلي دلوقتي. انت فين؟ انا لسه في المكتب. عندي ناس كتير قوي وهتاخر شويه. انت فين؟ انا مروحه على البيت دلوقتي اهو. راجيه ارجوكي اللي حصل ده ما يتكررش تاني. انت ما تعرفيش حاله الذعر اللي انا كنت عايش فيها لما عرفت انك روحتي منطقه السحر والجمال دي عند تاجر المخدرات. حبيبتي انا ملياش غيرك. الو راجل، انت روحت فين؟ ايوه حسن انا معاك انا معاك. لا لا ما تقلقش مش هعمل كده تاني ما تخافش. طب يا حبيبتي طب لما اروح نتقابل بقى. لما نروح ماشي ماشي ماشي. انت مستمعاني؟ ها اوكي. باي باي يا حبيبتي. باي باي. اكتب لي حسن فيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ حسن سيف الدين المحامي. سيادتك في الدور الرابع شقة 403. مين حضرتك؟ ممكن تهدي عشان نعرف نتكلم؟ حبيبتك؟ ما تقوليش الكلمة دي تاني أبداً.
راجية، احنا من اول يوم رجعنا فيه من عند الدكتور وانتي قلتي لي لو عايز تتجوز اتجوز، انا مش هزعل، انت من حقك يبقى عندك ولاد. حصل ولسه عند كلامي، ويمكن لو كنت اتجوزت ساعتها كنت هبقى اسعد واحده في الدنيا، مش كنت بحقق لك اللي انت عايزه ان انت تبقى اب، لكن انت تعيش معايا 4 سنين، 4 سنين بتضحك عليا، 4 سنين عايشه في كذبه كبيره قوي لغايه ما يقع في ايدي واصل مصاريف ابنك في الحضانه. عندك طفل عنده 4 سنين وانا ما اعرفش ليه. انا عملت كده غصب عني، وجالك قلب عادي كده تعيش معايا في الكذبه الكبيره دي طول الفتره اللي فاتت؟ ضميرك سمح لك انك تضحك عليا بمنتهى البساطه كده؟ على العموم انا مستعد اعمل لك كل اللي انت عايزاه، لو عايزاني انزل اطلقها دلوقتي حالا انا مستعد. كمان عايز تظلم واحده تانية بريئه ما عملتش اي حاجه غير انها جابت لك الولد اللي كان نفسك فيه وترميها في الزباله عادي كده؟ طب انت عايزاني اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايزه اطلق يا حسن ودلوقتي. نير جابولي معه هو جاي من السفر، بس على الله بقى ما تزنقش وبيعه هو كمان. بقول لك ايه، الاستاف بتاع السحر والجمال ده جامد جدا، يستاهل المغامره اللي احنا غمناها، بس انا هحتاجك تجيبي لي التموين بتاع الاسبوعين الجايين دول، انا مش هعرف اخلع خالص. صدقيني انتي ندله، بقول لك مش هعرف اخلع خالص. طيب ماشي، طيب انا هحاول ازوغ ساعتين كده ولا حاجه. طيب يا هند ماشي، هكلمك تاني، باي باي. كلمي مين يا حبيبتي؟ دي هند صاحبتي. هند؟ هند مين دي؟ واحده صاحبتي تعرفت عليها وانت مسافر، بس بنت جدع قوي. مالك بتبص لي كده ليه؟ مش عارف، بس حاسس ان لغتك متغيره شويه. ازاي يعني؟ يعني مش دي لغه مريان بنت عز الدين نديم رجل الاعمال الكبير، البنت الرقيقه الجميله؟ نير انت سايبني هنا بعاني من فراغ هيموتني، ما كان لازم يبقى عندي شل هيتسليني بدل ما انا قاعده عماله اكلم الاربع حيطان لوحدي. والله يبقى عندك شله كمان؟ امال عايزني افضل اكلم نفسي لحد ما اتجنن؟ وانا مسافر ومتغرب ومطحون عشان ايه؟ عشان تعيشي في مستوى اقرب من اللي كنت عايشه فيه. لا انت سافرت عشان تثبت لابويا ان هو كان غلطان لما رفضك. الهبل، ايه التفاهه دي؟ هتغرب واتطحن عشان اثبت لابوك انه غلطان؟ ايه الهبل ده؟ نير انا عندي فراغ هيموتني. انا قلت لك تعالي معايا وانت ما رضيتيش. اجي معاك فين؟ ما انت فضلت طول النهار شغال وطول الليل نايم، وبدل ما انا قاعده بكلم 4 حيطان في بلدي لا هبقى كمان في بلد غريبه. طب اعمل ايه؟ انا مش ملحق على طلباتك هناك، عايزين اشتغل في وظيفه هنا ما تاكلنيش حتى عيش حاف. Thank you.
صباح الخير يا قمر. صباح الفل حبيبتي، تعالي. ها نمتي كويس؟ عادي يعني، مش قوي. ليه بس؟ انتي بتقفي كده ليه على الصبح؟ مالك، في حاجه ولا ايه؟ بكلم راجيه من امبارح، تليفونها مقفول. انا عايزه افهم بالظبط، هي راجيه دي صاحبتك زي ما انتي بتقولي، ولا انتي خلفتيها من ورايا وما قلتليش، ولا ايه؟ راجيه تبقى صاحبه عمري. ايوه صاحبه عمرك دي يا حبيبتي، واحده متجوزه وكبيره ومسؤوله، يعني تعرف تخلي بالها من نفسها، على ايه القلق ده كله؟ هو انا حيلتي في الدنيا غيركم انتوا الاثنين؟ هي حبيبتي واختي وصاحبتي اللي امي ما ولدتهاش، وانتي بقى بنتي حبيبتي اللي ما حلتيش غيرها. تصدقي ماما، انا كان نفسي قوي يبقى عندي خاله او خاله. الله، طب انتي عندك خاله؟ خالي مين ده يا ماما؟ اللي مهاجر بقاله 20 سنه في امريكا وما نعرفش اصلا عنه حاجه، بيتصل كل سنتين مره. ده على قولك. عارفه جدتك زمان كانت تقول لي ايه؟ البعد جفا. جفا؟ جفا ايه؟ كانت سعودية ولا ايه؟ ايوه، تريقي تريقي. ماشي ماشي. جفا يا ستي يعني اللي بيبعد خلاص بينسى. خالك مدحت اول ما سافر زمان كان بيجي شهر وشهرين في السنه ويطمن علينا على طول. اول بقى ما اتجوز الامريكانيه وخلف منها نسينا خلاص، لدرجه اني فقدت الامل انه ممكن يتصل تاني. لا ما تهزريش يا ماما والنبي بقى، انا عايزه اروح امريكا واشتغل هناك، ده حلم حياتي. اللي انت بتقولي ده، انت ممكن تسيبيني يا ماما؟ بقى بلاش افوره، من هبقى اجيلك في الاجازات وكده يعني. يا ست تصدقي وانا شايفاكي طالعه كده على سلم الطياره ممكن تعرفي ان انا خلاص طبيت ساكته. لا يا اختي، بعد الشر عليك يا قمر. استني ورد. الو، ايه البرانش ده بتاع مين اصلا؟ بتاع سامه؟ لا ما اعرفش. لا استنى احسبها لك كده، يمين ولا شمال؟ اوكي 300. يبقى كده هو ليه 600 دولار. قول له بقى فلوسه هتوصل له اخر الاسبوع. ماشي اوكي، باي باي. انا مش فاهمه اي حاجه من اللي انت بتعمليها دي. يا ماما انا وضعي هيتغير قريب جدا، انا حاسه بكده لان انا شغاله على الموضوع جامد بقالي فتره. بنتك يا ماما هتبقى مليونيره. انت عارفه ان الانترنت انفستمنت دلوقتي هو مشروع العصر؟ فهماني؟ فاهمه قصدي؟ مش فاهمه حاجه خالص. كل اللي انا فاهماه ان انا خايفه عليكي بجد. طب وايه الاضافه يعني يا ماما؟ انت دايما خايفه عليا يعني. على رايك. يعني بقول لك ايه، انا رايحه لها. في ايه؟ رايحه الراجل. باي باي. ايوه يا رائف، ايوه عماله اكلمها من امبارح تليفونها مقفول. ايوه ما انا خايفه عليها برضو. غريبه قوي، قابلتها انا امبارح كده. الاغرب منه بقى ان انا النهارده لما قابلتها جبت لها هديه عيد ميلادها وما رضتش تاخدها. انت ما تاخدهاش ليه يعني؟ هي فيها ايه الموضوع؟ ايه المشكلة يعني؟ خلاص خلاص يا حسن، خلاص خلاص. تمام، دايما ربنا يسهل لها، مفيش مشكلة خالص. انت بس لما تلاقيها بيطمنيني عليها وخلاص. يلا بقولك صحيح، انا بكرة هعدي عليكي عشان خاطر نروح لجورج عامل باربيكيو في الجنينة عنده وهو عازمنا. ماشي؟ يعني لو لقيتي راجية بيقولي لها، يعني قولي لها ممكن تيجي عند جورج، حس يعني نبقى كلنا نطمن عليها مع بعض في نفس الوقت يعني. طيب خلاص يعني. يلا يا حسن، مع السلامة. مع السلامة. فلوس دي بتتصرف في ايه؟ انا عايز افهم. ما انت اصلك مش داري العيشة هنا بقت غالية ازاي. غالية ايه وبتاع ايه؟ ده انت عايشة بطولك. الفلوس بتتصرف في ايه؟ فهميني. انا قلت اجي الاقيك محوشه قرشين محترمين نجيب بيهم شاليه في الساحل الشمالي ولا العين السخنه. يا سلام بقى، وانت متخيل ان المبلغ اللي انت بتبعته لي كل شهر ده مكفيني اصلا عشان كمان احوش لك منه؟ لا يا مريم، كده سنين الغربه هتزيد وهتفضل عايشه هنا لوحدك. طيب يا حبيبي سيبني انزل دلوقتي وانا مش هتاخر، لما ارجع نبقى نتكلم في اللي انت عايز تتكلم فيه. راحة فين يعني؟ راحة فين وسايبة جوزك اللي يا دوب واخد اجازة 10 ايام؟
واحده صاحبتي عامله عمليه لازم ازورها مش هتاخر. يا يعني اصحابك هتطلع لي في المعطر جديد. انا بقيت مخنوق من كل حاجه من ساعه ما جيت. ران طول 10 ايام اجازه هنحطها نقضي شهر عسل جديد مع بعض. في ايه اللي بيحصل؟ فاهمين ايه اللي بيحصل؟ أنا بصراحة مش مصدق اللي بيحصل ده. ده كل الناس كانت بتضحك على حبه ليكي. أنا كمان حاسة إني في كابوس بس مش عارفة أصحى. أنت عارفة لو كان هو اللي جه قال لي عمري ما كنت هزعل منه، بالعكس أنا اللي كنت دايما أقول له أنت لازم تتجوزي حسن، لازم تتجوزي عشان تخلف ويبقى لك ابن. بس إنه يغفلني 4 سنين، 4 سنين متجوز ومخلف وابنه داخل المدرسة وأنا مش دريانة. اقصى عليك يا حسن، والله اقصى عليك. الحق ده حسن هو اللي بيتصل. ما ترديش عليه عشان خاطري، ما ترديش عليه. طب ما هو اكيد هيكلم تاني. ما هو اصل خلاص ما بقاش فيه كلام بينا، الكلام بينا خلص. معقولة هو تاني؟ لا المرة دي بقى ده حبيب القلب رائف. طيب لو رديتي عليه ما تقوليلهوش حاجة. طب ما هو أكيد هيعرف، وفي حاجة بتستخبى. أنا عارفة بس أنا مش في مود إن أنا أرد على حد ولا أكلم مع حد في أي حاجة. خلاص 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 اهدي. استغفر الله العظيم يا رب. يعيش السحر والجمال. بقول لك ايه، بلاش اليوم الاسود ده والنبي، هتضيعي لي النفس اللي انا واخداهم. لا وتروحي البيت تلاقي جوزك في وشك راجع من السفر وعامل لك مفاجاه. الحمد لله ده ربنا سترها، هو ما حسش بحاجه خالص. هو وش شاكك فيا بس طبعا تلاقيكي عرفتي تكلفتي زبون. مش طب لزازه امك خالص. على فكره الستاف ده حلو قوي جامد. معاكي تاني؟ طبعا. ايه الاخبار؟ اخبار ايه؟ راجيه جايه؟ ما قلنا لا. قلنا لا؟ اكيد عرفت ان انا جاي فقالت هي مش جايه يعني. يا سيدي عندها ظروف. ظروف ايه يعني؟ هو انت لازم تعرف كل حاجه؟ ده انت رخمه رخامه يا حسنى، انا ما شفتش كده. ما تقولي على طول وخلاص. يا الله لله يا رب. يا سيدي عندها خناقه كبيره مع جوزها. ها تكلم جد؟ لا والله يا حسنى انا حاسس ان لسانك بينقط سكر، يعني بيقول كلام كده يشرح القلب. استنى 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 هنا، انا بجد مش مصدقك. هو انت بتتبسط في مصايب الناس؟ يا ستي مش انا اللي بعمل كده، انا اللي بقول كده. دي من زمان وقديمه قوي. مصائب قوم عند قوم فوائده. يلا عشان نلحق الحفله. يلا يلا يا ستي. الو. ايوه يا وليد انت فين؟ ها يا حبيبتي. يا حبيبتي لسه بدري قوي، عندي ناس كتير. يعني ايه؟ يعني انت مش جاي حفله الباربيكيو بتاع جورج؟ لا سيبي. ايه لا مش هينفع، انت عارف انا محتاج كل ما اللي عشان الاقساط اللي ورايا. طب عامل ايه يعني؟ طب والحل ايه دلوقتي؟ طب بصي يا هبه، كلمي حسنى خليها تعدي عليكي هي ورائف، وانا هخلص عياده واجي لكم على طول على بيت جورج. هي عوايدك ولا هتشتريها؟ خلاص بقى خلاص بقى زعليش، مش هتاخر، اول ما هخلص اجي لك على طول. طب يلا بسرعه انجز. ماشي حبيبتي يلا باي باي باي. دكتور وليد الحاله جاهزه. طب دخليها وانا جاي وراك. Thank you.
ريحة حلوة أوي 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 أوي. خلي بيحمل تيجي نخلهم وناكل واحدة بس ما يستوي. أهي قربت تستوي. على فكرة بقى انت شكلك مش عاجبني خالص. ماركو وحشني قوي. انا مش فاهمة برضو انت ازاي وافقتي ان هو يهاجر برا مصر. يعني اعمل ايه يا حسني؟ كان كل اللي طالع عليه انا مستقبلي بيضيع هنا يا ماما. انا مدفون هنا بالحياة. طب صدقي بقى ان الحوار ده حصل بيني وبين بنتي قلت لها ايه؟ لو فكرتي تهاجري وتسيبيني هتسمعي خبري وانت طالعة الطيارة. بعد الشر عليك يا حبيبتي. يلا فوقي فوقي. السلام عليكم. اسف جدا جدا على التاخير. هي انا عادتك ولا هتشتريها؟ ده ايه الجمال ده؟ عم جورج بنفسه بيشويلنا. ده احنا هناكل جامد بقى. اعمل ايه؟ اللي بيشوي سافر خلاص. معلش هيرجع بالسلامه ان شاء الله. لو وحشنا كلنا والله. امال انا اقول ايه بس يا ابني؟ يلا اتفضل اتفضل. اهلا 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 حسام باشا وحشني جدا. باشا ايه ده انت؟ ايه الدخله الرسمي اللي انت داخلها معايا دي؟ وانا كل ما اهزر معاه وعامل لي كده وصوته وبتاع. ايه ده الجو ده؟ هنعمل ايه بقى؟ هما كده ظباط. وحشني جدا جدا يا رب. حبيبي يا وليد اخبارك ايه واخبار عيانينك؟ خانقني مش عايز اقول لك زحمه موت. اما يعني بالعافيه قدرت افلت منهم. الله يكون فوقك عشان كده اتاخرت بقى. اه والله تصدق. سوري يا قلبي. عادي بقى. عدتك ولا هتشتريها؟ ايه الجو ده؟ علاقة غريبة. سايب شغلك ليه يا افندي انت وهو؟ لا يا فندم ده احنا لسه يا دوبك مسلمين الشغل للموظف الجديد. وسلامته وصل امتى؟ من 3 دقايق و20 ثانية ونص. موظف هنا؟ لا جاي في زيارة. من بختك. أصل ربنا داعي عليك يشتغل مع المفتري ده. ايه يا حبيبي انت لسه زعلان مني؟ رزي تبت سدخ لو اتعور يخر تل. ما زعلي بقى بعد ال يا طبعا ربنا ما يجيب زعل. الحكاية ما فيها بس يعني انا عارف ان انت واخده على طريق الصرف معايا انا من ايام ابوك. بس الطريقه دي هتخلينا ما نعرفش نعمل اي حاجه. لا هنعرف نغير عربيه ولا نجيب فيلا في زايد ولا حتى شاليه في الساحل. اه طبعا. وانا وعدك ان ده مش هيتكرر تاني. حاسس ان الوعد ده اونطه. كمان حاسس ان لو بعت لك مرتبي من هناك هتصرفيه كله. بس ولا يهمك. بعد اللي انا شيء قصدي يعني صرف اللي انت عايزاه. عارفة ان انت مش سعيد معايا يا حسن. عارفة ان موضوع الخلفة مؤثر معاك. طب ايه رأيك بقى ان انا اسعد واحد في الدنيا دي كلها؟ انتي امي وحبيبتي وبنتي وكل حاجة حلوة في الدنيا دي. انا بحبك. ربنا يخليك لي. Thank you.
ايوه رائف، انت فين؟ عن جورج؟ طيب انا جاي. انا لا لا انا اللي حاجه، انا خليك زي ما انت. الراجل الفشار اللي عندك ده وحشني قوي. اوصل حضرتك يا فندم؟ لا لا، روح اركن العربيه وروح انت، انا هتمشى شوي. اتفضلوا يا شباب، الاكل جاهز، سياده المستشار هيلحقنا لانه جاي في الطريق. حبيب عم جورج. Yeah.